وأبواه يقول له تزوج عليه، ولا يقول له لا تتزوج عليه. غريب هذا أن يقول له لا تتزوج، يعني يحرمون عليه ما حرم الله، ولا كيف يعني؟ لا ثم حول ربما يقول له تزوج عليها ولا تطلقها. نعم قد يكون هذا هو السؤال، يعني نعم حرصا على الأولاد، لأنهم بدافع عن لا يتشرد أولاده، يقول له أنت ما دام تزوج تتزوج وهي المرأة هذه غير عاجباتك وكذا تزوج عليها. ربما هذا الذي يقول له. أقول الله تبارك وتعالى يقول وبالوالدين إحسانا، ليحصل في مثل هذه الأمور الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن كان يأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم وفعل كل ما يخضع عليه الإنسان لإرضائهما، لكن الله عز وجل عنده ميزان عدل، ولا يجوز للأب والوالد أن يتعنت، ويرتكب الشطط بحيث يكون سببا في أن يكون ابنه عاقا له، لأنه كما هو الابن مطلوب بالبر، مطلوب من الأب أن يعينه على هذا البر، لا يعينه على العقوق. هو صحيح أن الرجل الأب إذا كان يعني رأى في المرأة شيء يشينها في دينها أو في سوء معاملتها معه، له أن يطلب من ابنه أن يطلق امرأته، لأن هذا يكون ديانة، كما طلب إبراهيم عليه السلام من ابنه أن يطلق زوجته، هذا أمر مشروع وهذا جائز. لكن يكون الابن لا يطيق المرأة وليس بينهما مودة ولا رحمة وبينهما نفور، ويكرهه الأب كراها على أن يبقى معه هكذا جبرا، وإلا يقول له أنا أحرمك ولا تتبع جنازتي ولا كذا وأنت عار، فهذا لا يليق بالأب أن يفعله. ولكن حتى إذا فعله لو وجد مخرجا يرضي به والديه يجب أن يرضيهما. فإذا جعله والداه هذا المخرج وقال له تزوج عليها، فينبغي أن يسلك هذا الطريق، فهو أخف الضررين. عليه أن يتزوج عليها ويبقي الأولى إرضاء لوالديه، لأنه إذا تزوج على خلاف إرضاء والديه فإنه لا يستريح ولا تستقر حياته الزوجية، وإذا أخذ زوجة أخرى وعدل بينهم قد يقول هو أنا لو تزوجت امرأة أخرى وهذه كاره لها لا أستطيع أن أقوم بالعدل، وإذا كان ما عدلتش يكون عاصي. أقول له الله تبارك وتعالى أمرك بالعدل المستطاع، هناك عدل تقدر عليه وهو العدل الظاهر، في يعني العدل الظاهر القسم في المبيت والقسم في النفقة وما تقدر عليه من المعاشرة الظاهرة وليست الباطنة، كالدخول والخروج والكلام وطلاقة الوجه، هذا تقدر عليه لا يعني تملكه، حتى لو كان يعني ليس بالقدر الذي يكون للطرف الآخر المحبول، لكن هناك حد أدنى منه تقدر عليه، هذا في مستطاعك، هذا اللي أنت مكلف به. أما الشيء الآخر اللي هو قهري وأنت لا تقدر عليه، فهذا الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، وهذا هو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدل الكامل لا تستطيعه، اللي هو الميل القلبي والاستحسان والمحبة، لأن هذه تتعلق بأشياء لا إرادية لا يملكها الإنسان، الإنسان لا يملك قلبه فلا يستطيع أن يجبر قلبه عن شيء هو لا يقدر عليه، هذه أمور قهرية غير مؤاخذ بها، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها. لكن ربي الله تبارك وتعالى قال فلا تميلوا كل الميل، يعني كل الميل معناها أنك أنت تترك الشيء اللي تقدر عليه، المعاشرة الظاهرة طلاقة الوجه والكلام والدخول والخروج والقسم في البيت مبيت وغيره هذا تقدر عليه. فأنصحه أن يرضي والديه وأن يتزوج زوجة أخرى ولا يطلق هذه.